خلونا بقى نروح لموضوع تاني، وبرضو موضوع مهم لازم نتكلم عنه، ناس كتير بتتكلم عنه وبتتساءل عنه الفترة اللي فاتت. الفيتامينات اللي بتكون موجودة في جسمنا، الفيتامينات اللي بتدخل لجسمنا عن طريق الأكل أو أكلات معينة، الفيتامينات اللي حتى بناخدها عن طريق الأدوية أو التابلتس اللي هي الأقراص، في فيتامينات كتير لازم تكون موجودة في جسمنا ومهمة جدا ولازم نسبها تكون مظبوطة، ومن ضمنهم فيتامين دال. ناس كتير جدا جدا اتكلمت عن فيتامين دال وعن أهميته لأجسامنا. فيتامين دال كتير قالوا ان هو مهم حتى كمان بالذات لصحة المرأة، لانه بيساعدها على انها تحافظ على جسمها، تحافظ على عظمها، تحافظ على مودها، المود نفسه او الحالة النفسية بتاعتها او الاستقرار النفسي. نقص فيتامين دال بيسبب ساعات في بعض الحالات اكتئاب. احنا معانا على التليفون دلوقتي دكتورة حسناء السيد، صيدلانية، هتقول لنا مين اللي محتاج فيتامين د واهميته ايه لاجسامنا وطبعا اعراض نقصه ايه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور حسناء. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، منورانا في انت. ربنا يخليكي، ميرسي. ربنا يخليك. في البدايه دكتور عايزين نعرف منك يعني ايه هي الاضرار اللي بتحصل بسبب نقص فيتامين د في الجسم، او الفيتامينات عموما الاول وبعد كده نقص فيتامين د في الجسم؟ بصي، هو الفيتامين هي بتكون يعني كل حاجه، كل وظيفه موجوده في الجسم مسؤوله عنها فيتامين معين. فالفيتامينز دي مهمه جدا، سواء ناخدها من الاكل او لو احنا اكلنا مش كويس، ما بناكل اكلنا فاست فود، اكل سريع، ما بناكلش غذاء مناسب، لازم ناخدها من السبلمنتس او المكملات الغذائيه. المكمل الغذائي ممكن يتاخد بدون استشاره طبيب، اللي هو بيكون فيه مجموعه كبيره من الفيتامينات، لان ده بيكون تركيزها بسيط، اللي هو التركيز المناسب لليوم. يعني انت محتاجه ايه من اليوم، احتياجك اليومي هو محطوط في الكبسوله او في القرص. ده من غير استشاره طبيب، هل ده عادي؟ طيب يعني ممكن مثلا اي حد يروح ياخد زنك، ياخد مش زنك، انا قصدي المكمل اللي هو المالتي فيتامين، اللي هو بيكون فيه مجموعه فيتامينات. مجموعه فيتامينات، ايوه بالظبط. فهي الحاجات دي بتكون OTC، اللي هي اوفر ذا كاونتر، يعني ممكن تتاخد عادي بدون استشاره طبيب اصلا. في اوروبا والدول الاجنبيه هي بتتباع في السوبر ماركت، مش بتتباع في صيدليات. الحاجات اللي لازم معاها استشاره طبيب او تحاليل مسبقه، يعني لازم تحللي علشان تعرفي نسبتها في جسمك قد ايه، ما ينفعش تاخديها من غير تحليل، زي الحديد، زي فيتامين دي طبعا، زي الكالسيوم، الزنك في بعض الاحيان. عشان كده بقى سالتك على دول بالذات، لان دول ممكن لو اتاخدوا كده ممكن يعملوا اكيد سايد افكت او يعملوا يعني اثار جانبيه على الصحه. الحديد لو جرعته زادت في الجسم بيعمل فشل كبدي، الفيتامين دي بيعمل فشل كلوي لا قدر الله، فلازم الحاجات تتاخد بجرعتها المظبوطه. الحاجات دي كلها لازم يكون عامله تحليل مسبقه، والطبيب محدد الجرعه المناسبه بناء على التحليل بتاعك طلع كام. طب الاعراض اللي تخليني افكر ان انا اروح اعمل تحليل، الاعراض اللي بتقول لي ان انا عندي نقص في فيتامين دي بالذات، يمكن ده اللي عايزين نتكلم عليه اكتر النهارده، لانه كان منتشر قوي فكره وحتى على السوشيال ميديا، خدي فيتامين دال، خدي فيتامين دال، فسواء حقن او راس. ففكره حضرتك بتقولي دلوقتي لازم تحليل، طب امتى اعرف ان انا عندي اعراض بتقول ان انا عندي نقص في فيتامين دال؟ هي اعراضه، هو فيتامين دال مهم جدا، لان هو احنا يعني احنا نفسنا نغير كلمه فيتامين ونسميه هرمون دال. هو هرمون دي، لان هو مهم جدا 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 في الجسم، بيدخل في حاجات كتيره قوي. من اعراضه اولا ان تحسي ان انت الاكتئاب، المود السيء، انت مودك مش مظبوط دايما، حاسه انت كسلانه، ما عندكيش نشاط، ما بتخسيش، انت مهما عملتي دايت مهما بتخسيش، ان هو بيسبب ثبوت الوزن او بيقلل الحرق. نقصه بيسبب تقليل الحرق او ثبوت الوزن؟ نقصه بيسبب تساقط شديد جدا في الشعر، بيسبب بهتان البشره، اضطرابات في الدوره الشهريه، بيسبب طبعا العرض الشائع ليه وهن العظام او لين العظام، او انت تحسي ان انت عظمك ضعيف، دايما عظمك بيوجعك، المفاصل بتتعبك، ده كده انت عندك 100% نقص الفيتامين دي، لازم تتوجهي لاقرب معمل وتحللي وبناء على التحليل تاخدي الجرعه العلاجيه، لان فيتامين د في منه جرعه علاجيه وجرعه وقائيه. لو انت عندك الاعراض دي فانت محتاجه تحللي عشان تاخدي الجرعه العلاجيه المناسبه. ولكن كلنا في حياتنا اليوميه احنا محتاجين ناخد الجرعه الوقائيه من فيتامين د، اللي هي ما بتحتاجش تحليل، احنا لازم ناخدها كل يوم، اللي هي 1000 وحده،
ودي موجوده في الصيدليات تحت اسامي كتير قوي. لازم عن طريق الادويه، ولا هل ممكن يعني ناخدها من اكل، ناخدها من الشمس، الحاجات دي، ولا ده ما بيبقاش كافي للجسم؟ بصي، هي من الشمس طبعا، هي يعني فيتامين د مصدره الاساسي من الشمس. ولكن الشمس ازاي؟ انت تكوني يعني متعرضه تعرض مباشر للشمس وفي عدد ساعات معينه من اليوم علشان الشمس ما تكونش بتحرقك. احنا كمجتمع شرقي وعربي، احنا يعني مسلمين، دوله مسلمه، احنا مش هنقدر نتعرض تعرض تام للشمس، ودي عايزه جلد مباشر. احنا اغلب كلنا محجبات، جلد مباشر. فهمتك، ايوه، تعرض مباشر. ده رقم واحد. رقم اثنين، انت محتاجه عدد ساعات الشمس من الساعه 9 الصبح او 8 الصبح ماكسيمم لحد 11 الظهر. من بعد 11 انت لو تعرضتي تعرض مباشر للشمس هتتسبب لك حروق. استخدام واقي الشمس باستمرار بيقلل وصول اشعه الشمس المفيده لجسمنا، فبنقدرش ان احنا انها تكون فيتامين دي في الجسم. فبالتالي احنا طبعا هي المصدر الرئيسي لفيتامين دي هو الشمس، ولكن احنا مش قادرين نستفيد منه برغم ان احنا عندنا شمس قطيعه يعني، فبالتالي لازم نعوضه بالادويه. طب عموما الفيتامينات بتتاخد امتى يا دكتور؟ الصبح ولا بالليل قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ كل المكملات الغذائيه او الفيتامينات يعني؟ اغلب 90% من المكملات الغذائيه بتتاخد الصبح. الكالسيوم بس هو اللي بيتاخد بالليل، لان هو بيحسن من جوده النوم، مش بيسبب نعاس، لا هو بيحسن من جوده النوم، يعني هيخليكي تنامي نوم مظبوط. جميل جدا. اغلب الفيتامينات لازم تتاخد الصبح، يعني بعد الفطار او بعد الغداء بالكثير. طيب عايزين بقى نصايح يا دكتور، ازاي نتجنب نقص الفيتامينات في جسمنا، وايه هي الاكلات والفواكه اللي لازم نركز عليها علشان تمدنا بالفيتامينات اكتر؟ اللحوم الحمراء لازم، مفيش لا محاله، اللحوم الحمراء عشان تدينا فيتامين بي 12. انا عايزه اصور التليفون والحاجات دي، كنت عايزه اتاكد افتح ولا اسيبها. الو معايا؟ سامعاني؟ انا معاكي، مركزه معايا. انا معاكي. اللحوم الحمراء هتدينا مصدر فيتامين دي، والبروتينات عامه كلها مهمه جدا جدا عشان الانيميا. لو انت عايزه، والحديد، لو انت عايزه حاجه تديكي حديد، عندك باذنجان، تفاح، بنجر، جرجير، الخضار لونه اخضر عامه مهم جدا، الطماطم. بالنسبه بقى للفيتامين دي او الاوميجا 3 هنلاقيها في الاسماك او التونه. جميل. التونه والسلمون وكده، دول بيبقى فيهم التونه والسلمون ده عشان اوميجا 3 مهم جدا جدا جدا. بشكرك، شكرا جزيلا دكتور حسناء السيد، صيدلانيه، شكرا ليكي وشكرا لمداخلتك معانا.